بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سوف نتكلم عن أناس من خير أصحاب النبي، بل من خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. إنهم من؟ إنهم أهل أفضل الأنبياء والرسل. من أحب نبينا فإنه يحبهم، ومن أبغضهم فإن الإيمان في قلبه لا يصح، بل إن الصلاة لا تكتمل عندنا إلا بالصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما أنزل الله عز وجل في أمهات المؤمنين آيات في أزواج النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نزلت في أزواج النبي. فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين للناس أن هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا تختص فقط في أزواج النبي، نادى الحسن والحسين والزهراء فاطمة والإمام علي، ناداهما ووضع عليهم كساء أسود جمعهم، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. بيت من؟ بيت المصطفى. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين؟ من علي الذي أحبه الله ورسوله بشهادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولد لفاطمة الزهراء ولدان، هما القمران، بل هما سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهما: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. يا الله، كم كان النبي يحبهما. يوم من الأيام أتت أم الفضل بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني رأيت رؤيا شديدة. قال: ما هي؟ قالت: إنها شديدة. قال: قوليها. قالت: رأيت أن قطعة من جسدك تقطع ثم توضع في حجري. فقال لها النبي: خيرا إن شاء الله، يعني رؤيا خير. شنو الخير؟ فقال لها: ستلد فاطمة، ستلد فاطمة وستضعين الولد في حجرك. يوم من الأيام تضعين ولد فاطمة في حجرك. ومرت الأيام وولدت فاطمة الحسين رضي الله عنه. فوضعت أم الفضل الولد في حجرها وتذكرت الرؤيا، ثم جاءت به إلى النبي فأخذه النبي وضمه، وكان النبي يحبه حبا جما. فلما رأته فإذا بالنبي تدمع عيناه. قالت: ما لك بأبي وأنت وأمي يا رسول الله؟ ما لك؟ لما بكيت لما رأيت الحسين؟ قال: أتاني جبريل آنفا فقال لي: إن ابنك هذا سيقتله أناس من أمتك، إن ابنك هذا سيقتله أناس من أمتك. طفل أحبه النبي حبا جما. قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، وهو قافل من حجة الوداع وقف في مكان يسمى غدير خم، وجمع الناس. بل هذا في التوصية بعلي قال: من كان علي مولاه
من كنت مولاه فعلي مولاه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وصى بعلي بن أبي طالب أنه كما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في المدينة في إحدى الغزوات، مثلما خلف موسى عليه السلام هارون على قومه لما ذهب يكلم ربه. ثم ذكر الناس بأهل بيته، قال: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي. أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. في آخر عمره يوصي الناس أن يرعوا الله عز وجل في أهل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رأى أحد الصحابة كأن نورا سطع، فسأل النبي: ما هذا؟ قال: هذا ملك لم ينزل قط من السماء، لأول مرة ينزل، جاء يبشر النبي هذا الملك. قال: بما يبشرك يا رسول الله؟ قال: يبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، أكرم بها من أسرة. الجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجدة سيدة نساء العالمين خديجة أول زوجاته، والبنت والأم فاطمة سيدة نساء العالمين، والأب أبو الحسن الذي أحبه الله ورسوله المبشر بالجنة البطل الشجاع. أما الحفيدان فهما سيدا شباب أهل الجنة، أكرم بها من أسرة كالأقمار تمشي على الأرض. يوم من الأيام في السنة الرابعة للهجرة، قصة مولده الحسين، سمع النبي أن فاطمة ابنته قد ولدت، فأسرع إلى علي، فجاءه علي بن أبي طالب بالطفل الذي للتو ولد إنه الحسين، فأعطاه الإمام علي لرسول الله، فأخذه النبي يقبله ويشمه ويؤذن في أذنه ويذكر الله. ثم لما ابتسم النبي وفرح قال لعلي: ما سميته يا علي؟ قال: سميته جعفرا. قال: بل سميه الحسين، فهو تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكبر الحسين شيئا فشيئا، يشب شيئا فشيئا، وأخوه الحسن أكبر منه قد ولد قبله، فعلي يلقب ويكنى بأبي الحسن. الحسين يكبر شيئا فشيئا. كان بيته قريبا من المسجد، يوم من الأيام كان النبي يخطب الجمعة، فأخذه الحسن، وكان قد لبس ثيابا حمراء الحسن والحسين، فدخل معه إلى المسجد يجره بيديه، ويلبسان الثياب الحمراء ويتعثران بها، يمشيان يدخلان المسجد والصحابة يستمعون للخطبة. فلما نظر النبي إلى ابنيه، إلى سبطيه الحسن والحسين، نظر إليهما وقطع الخطبة ونزل، ثم حملهما وصعد بهما إلى المنبر، ثم قال للصحابة: نظرت إلى ابني فذهبت إليهما وقرأ قول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي أن النبي يقول أنه من شدة حبه لهما قطع الخطبة ونزل إليهما. أكثر من هذا، يسجد النبي في الصحابة إماما لهم، والصحابة سجود خلفه. أطال النبي السجود حتى ظن الصحابة أن أمرا حصل له أو أنه يوحى إليه، ما في حل، طول شديد السجود. ليش؟ فلما رفع النبي رأسه وسلم من صلاته سأله الصحابة: ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ابني هذا، يعني الحسين، ارتحلني وكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، ما بأستعجل عليه، خليته يجلس على ظهري متى ما أحب ينزل
كم كان النبي يحب الحسين وابنه الحسن أيضا، حتى قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط، والسبط هو الحفيد، ابن الولد أو ابن البنت. قال: أحب الله من أحب حسينا. رآه يوم من الأيام، رآه يوم من الأيام في سكة يلعب مع الأولاد، فتبعه النبي أفضل الخلق، يداعب من؟ يداعب الحسين، يذهب إليه وهو يهرب منه حتى احتضنه النبي، يقبله ويضحك ويقول: أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين. بل يقول أبو هريرة في فضائل الحسين رضي الله عنه والحسن أخوه، يقول: يوم من الأيام كان الجو مظلم، يقول: فقلت للنبي بعد العشاء: أرسلهما إلى أمهما؟ قال: انتظر يا أبا هريرة. يقول: فانتظرت، فبرقت في السماء برقة أنارت السماء، وظل الضوء، البرق يعني يشع ويذهب، يقول أبو هريرة: فظل الضوء حتى مشيا إلى بيت أمهما، ثم انقطع الضوء بعد هذا. إنه من؟ إنه الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. حب آل بيت النبي واجب على كل مسلم ومسلمة، والحسين بضعة من رسول الله، ريحانة للنبي في هذه الدنيا. نعم، نحب الحسين، ومن أبغض الحسين فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل، نرجع وياكم في قصة الحسين في هذه الحلقة، كونوا معنا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد أصحاب النبي، يقول: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي. كان الصحابة يشهدون له بالجنة، وما شهدوا له إلا لأنهم سمعوا هذا من رسول الله، بل هما سيدا شباب أهل الجنة. عاش الحسين كغيره من أصحاب النبي، عابدا ساجدا راكعا في حياته كلها، وهو صغير، لأنه ولد في السنة الرابعة للهجرة، عمره تقريبا 7 سنوات. توفي من؟ توفي أحب الناس إليه، جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صغيرا. توفي النبي فحزن الحسين، ثم بعده ب6 أشهر توفيت من؟ أمه فاطمة الزهراء. فأي مصائب مرت على هذا الغلام الصغير، لكن الله عز وجل يربيه، والله عز وجل يزيد في إيمانه فيصبره. وجاءت خلافة من؟ خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. والله وصف الصحابة والآل، آل بيت النبي وأصحاب النبي، بأنهم رحماء بينهم، بأنك إذا رأيتهم تعرف الرحمة في قلوب بعضهم على بعض. حتى قال أبو بكر قولته المشهورة، قال: لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني أنا أحتسب عند الله لما أزور واحد من أقرباء النبي آل بيته أفضل وأعظم عند الله من أقربائي أنا. بل كان يقول أبو بكر لأصحابه: ارقبوا آل محمد في بيت، ارقبوا محمدا في آل بيته. يعني من أراد أن يوقر محمدا صلى الله عليه وسلم فليوقر آل بيته، أهل أولاده أحفاده، نقصد بأولاده بنته فاطمة وأحفاده، من رعاهم فكأنه يرعى رسول الله. بل من حب حسين لأبي بكر الصديق سمى أحد أبنائه أبا بكر، هكذا سماه أبو بكر، فكان من أولاد الحسين أبو بكر ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فالحب في قلوب آل البيت لا ينقطع، قلوبهم محبة لأهل الإيمان ولصاحبي رسول الله. توفي أبو بكر وبدأت خلافة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر نظم الدولة الإسلامية، فجاءوا له بالديوان، قالوا له: يا عمر، نبدأ بمن في الديوان في العطايا؟ قال: تبدأون أولا بآل بيت رسول الله. قالوا: وأنت؟ قال: أنا امرؤ من قومي، وكان قومه آخر البطون، فوضع اسمه في آخر الناس وهو خليفة. حتى أن ابنه عبد الله بن عمر لما كانت العطايا يعني المعاشات تقسم، كان يسأل أباه عمر وهو الخليفة:
لما لا تعطيني مثل الحسين؟ يعني ابن عمر قبله، ليش ما تعطيني أنا أولى أكثر من الحسين؟ قال: ائتني بأب كأبيهما، وأم كأمهما، وجد كجدهما، أعطك عطاءهما. يعني عطني نسب مثل نسبهم، أعطيك عطاء مثل عطاءهم. بل كان يعطي الحسين والحسن كعطاء أهل بدر. من أهل بدر؟ هم الخلص من أصحاب النبي، هم القلة التي بقيت الذين غفر الله لهم، أهل أول معركة في الإسلام خرجوا تطوعا من أنفسهم، كانت لهم العطايا الأكثر، وكان عمر يقدم الحسين والحسن على باقي الصحابة. ليش؟ ألم يتزوج عمر بن الخطاب أخت الحسين؟ أم كلثوم بنت علي، بنت فاطمة الزهراء، تزوجها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن عمر صهر للحسين، فكيف لا يحب الصهر صهره؟ ولحب حسين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سمى أحد أبنائه عمر، فكان من أبناء الحسين أبو بكر، ومن أبناء الحسين عمر ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم. قتل عمر، وكان عند مقتله علي بن أبي طالب عنده، عند رأس عمر، يصبره ويطمئنه ويحسنه الظن به بربه جل وعلا. كان علي يعزي عمر عند رأسه. لما قتل عمر وبدأت الفتنة في هذه الأمة وجاء الغوغاء. أما في عهد عثمان فكان حسين شابا بطلا مغوارا يقاتل في سبيل الله، بل فتوحات أفريقيا سلوا فتوحات أفريقيا عن البطل المغوار الحسين بن علي رضي الله عنه كيف قاتل في سبيل الله، ففتح الفتوحة مع ابن عمر وابن الزبير وأبو ذر وابن عباس وغيرهم، حتى جاء مقتل عثمان بن عفان. فأرسل الإمام علي ابنيه الحسن والحسين بسيفيهما يقفان مدافعين عن عثمان بن عفان، لكن عثمان فدى الأمة بدمه، لم يرضى أن يقاتل أحد دونه حتى قتل. وجاء عهد أبيه علي، فكان حسين نعم البطل الشجاع يقاتل مع أبيه الخوارج الضلال الذين قاموا على علي بن أبي طالب، على أبي الحسن، على سيد الناس. قام الضلال الخوارج على ذلك الإمام التقي، فقاتل حسين مع أبيه حتى قتل أبوه وبدأت الفتنة. إنه من؟ إنه ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ريحانة المصطفى الحسين ابن علي. صدق النبي وبحر الجود إن عبسات، وفارس الفتح لما يبلغ الحلما، والمنتطي صهوات المجد من صغر، والحرب تقذف من بركانها حمما. ريحانة المصطفى حب الصحابة، من كمثلهم يحفظ الأرحام والذمما، أرحام والذمما. ريحانة المصطفى جيش الإسلام فيهم سبط رسول الله الحسين عليه السلام، يقاتل في سبيل الله، يرجو الشهادة من مظانها، يريد الفوز في جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. الراكع السجد البدري أعطية، لما وعى فضله فاروقنا قسما، وما رآه أبو بكر خلافته إلا انحنى مرهفا الوجدان وابتسما، وقال قولة إجلال ومرحمة، قرابة المصطفى أولى بنا رحما، أولى بنا رحما. ريحانة المصطفى أنت العلا في الوفا، قلب الحسين ابتغى المجد والعليا، المجد
العليا تلكم مناقب أصحاب النبي فما للمسلمين حالوا إلفهم ألما مصاهرات وأنساب وتسمية ورحمة جل من سماهم رحما تألقوا برؤى الأخلاق كوكبة وإن شد البأس كانوا للعدا رجما ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. لما قتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة غدر به، تولى الخلافة بالطبع ابنه الحسن سيد من سادات شباب أهل الجنة، وظل على خلافته، لكن معاوية لم يرضى أن يبايع الحسن، وبدأ الخلاف ينشب مرة أخرى في أمة الإسلام، حتى تنازل بعد 6 شهور الحسن، لأن النبي قال فيه ابني هذا يعني الحسن سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وفعلا لما تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية هدأت الأمور واستتب الأمن في هذه الأمة، بل حتى الحسين عاش في عهد معاوية يقاتل في سبيل الله في جيش يرسله معاوية إلى القسطنطينية لفتحها، فيقاتل الحسين مع الصحابة مع بصر بن أرطاة، بل مع اليزيد يزيد بن معاوية كان في القتال، وكان الحسين يقاتل معهم، لم ينزع يدا من طاعة، بل ظل الحسين يقاتل في سبيل الله وهو أشرف الناس وخير الناس في ذلك الزمن، حتى مات معاوية. وهنا بدأت المشكلة، لما مات معاوية وكان معاوية يقرب الحسين إليه، لما يدخل الحسين إلى قصر معاوية وإلى خلافة إلى مكان الخلافة كان يقوم معاوية إليه ويقول أهلا بابن رسول الله ويقربه إليه، لكن المشكلة بدأت في موت معاوية، وبدأت الفتنة في هذه الأمة. معاوية يولي بعده ابنه يزيد، وكان الأصل الاتفاق أن يكون بعد معاوية الأمر شورى بين المسلمين، لكن معاوية رأى أن ابنه يزيد يصلح للحكم فولاه على المؤمنين، فلما ولى معاوية يزيدا قام الصحابة وضجوا كعبد الله بن الزبير وغيره ومنهم الحسين، قالوا لا والله، فالحسين بلا شك أولى من يزيد في خلافة المسلمين وإمارتهم. وهنا بدأت الفتنة في هذه الأمة. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ كونوا معنا لكن بعد الفاصل. انزعج الكثيرون من تولية معاوية لابنه يزيد على خلافة المسلمين، بل تضايق الكثيرون منهم الحسين، فلما سمع أهل العراق بهذا الخبر لم يبايعوا يزيدا، بل أرسلوا الرسائل تلو الرسائل والأخبار تلو الأخبار، أننا يا حسين نبايعك، أنت الخليفة وليس يزيد. فلما سمع الحسين أن أهل العراق يؤيدونه ويبايعونه أرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ينظر ما الخبر، فلما ذهب إلى العراق فإذا بكل بيت كلهم ينادون أين ابن رسول الله، أين الحسين، أين هو، نبايعه ونقاتل دونه. فلما رأى مسلم ابن عقيل الناس كلهم في الكوفة وفي العراق يؤيدون الحسين أرسل إليه أن ائت إلى العراق فإنهم كلهم قد بايعوك. سمع يزيد بالخبر فأرسل إلى واليه عبيد الله بن زياد، وهذا رجل ظالم مجرم، أرسل إليه أن ضم إليك الكوفة، خل الكوفة أيضا تحت ولايتك، يعني سوي لتسوي. فإذا به يأتي ويجس الأخبار وينظر، فإذا الناس يبايعون وينتظرون الحسين، فعلم أنها الفتنة ستقع
والانقلاب سيكون والمبايعة ستكون للحسين. وقام مسلم بن عقيل بأربعة آلاف رجل خرجوا من بيوتهم فرسان كلهم ليقاتلوا مع الحسين. يقودهم من؟ مسلم بن عقيل. ينتظرون مقدم الحسين. فلما سمع مسلم بن عقيل بهذا أخذ يرشيهم بالأموال ويعطيهم العطايا ويخذل شيوخهم ورؤساءهم حتى اشترى ذممهم واحدا تلو الآخر، حتى أن الأمة تأتي ابنها فتقول يا بني خذ العطايا فإن غيرك سيكفيك، يعني في غيرك رح يقاتل مع الحسين مش شرط أنت، لكن لأجل الدنيا خانوا وخدعوا. كانوا 4000 صاروا 700، صاروا 500، صاروا 300، صاروا 30 رجل. صلى مسلم بن عقيل بهم صلاة المغرب، فلما انفتل من صلاته سلم لم يبق معه أحد، وظل مسلم بن عقيل في الكوفة لوحده لوحده، وحسين يتجهز للقدوم في شهر ذي الحجة سنة 60 للهجرة. وإذا بمسلم بن عقيل يمشي في الطرقات وكتب رسالة، كتب رسالة أرسلها سريعا إلى ابن عمه الحسين أن ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة فإنهم كذبوك وكذبوني وليس لكاذب الرأي. أرسل الرسالة فقبض على مسلم بن عقيل وجيء به إلى عبيد بن زياد فضرب رأسه ودق عنقه، رجل من آل بيت رسول الله، قتل في يوم عرفة التاسع من الحجة سنة 60 من الهجرة. حسين كان يجهز أهله وآل بيته ونساءه وأولاده للذهاب إلى أين؟ إلى العراق، إلى الكوفة. فجاءه الخبر أن مسلم قتل وأن الناس كذبوه وأن أهل الكوفة قد غدروا، فاستشار آل بيته وأبناء مسلم بن عقيل وغيرهم، قالوا كلهم لا والله لا نتركك حتى نذهب ونأخذ بثأر أبينا مسلم بن عقيل ونذهب بوجهتنا التي أردنا أن نذهب إليها. استعد الحسين بن علي أن يغادر إلى العراق، فجاءه الصحابة واحدا تلو الآخر، معه نساء، معه أطفال، أطفال صغار. علي الأصغر معاه اللي سمي بزين العابدين، أفضل عابد في زمنه، منهم أخته زينب بنت علي، أخت الحسين، منهم بعض النساء وكرائم أهل البيت، منهم بضعة عشر من شباب أهل البيت، والعدد كل من أصحابه 72 رجل وامرأة. أراد أن يذهب فجاءه ابن عباس قال أين تذهب؟ أين تذهب يا ابن عم؟ قال أذهب إلى العراق. قال لا، قوم غدروا بأبيك فقتلوه، أين تذهب إليهم؟ قال والله لا أذهبن. جاءه الصحابة يردونه وهو لا يرضى أن يقبل بكلام أحد، مشى فسمع به من؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. قالوا غادر قبل يومين، فأسرع إليه مسرعا عبد الله بن عمر فمسكه قال أين تذهب يا ابن رسول الله؟ قال أذهب إلى العراق. قال تذهب إلى قوم يقتلوك؟ قال والله إني ذاهب، استشرت خلاص، أنا أمر كتبه الله لي سوف أذهب. قال يا ابن رسول الله ماذا تفعل؟ قال إني ذاهب. قال إذن أستودعك الله الله بالقتيل. عانقه عبد الله بن عمر وبكى، قال أستودعك الله من قتيل. مشى الحسين في أهل بيته وأولاده وصغاره ونسائه وبضعة العشرات من رجاله فيهم بعض الفرسان، ساروا متجهين إلى العراق. سمع بالخبر من؟ يزيد بن معاوية، فأرسل إلى عبيد الله بن زياد أن يرسل جيشا يوقف الحسين، لأنه يعلم إذا وصل الحسين إلى العراق ما الذي سيحصل. وإذا بعبيد الله بن زياد يرسل جيشا قوامه 5000 مقاتل، حلشان كم؟ 70-72 واحد فيهم نساء وأطفال، 72 واحد ترسل إليه جيش قوام 5000 لما؟ فيهم من؟ أبناء النبي، آل بيت النبي. أذكركم الله في أهل بيتي، هذه وصية رسول الله، وصية رسول الله ترسل لها 5000 مقاتل. لكن إذا لم يكن هذا هو الظلم فأين الظلم؟ سار وإذا بمقدمة الجيش، جيش عبيد الله بن زياد،
قسم إلى قسمين، 1000 المقدمة و 4000 يأتون بعدين. 1000 الذين وصلوا عليهم رجل اسمه الحر ابن يزيد التميمي، فلما وصل 1000 مقاتل وإذا بالأرض اسمها كربلاء، سمع سأل الحسين بن علي أصحابه قال لهم أي أرض هذه؟ قالوا اسمها كربلاء، فقال الحسين كرب وبلاء، أي سيحصل هنا كرب وبلاء. فجاء الحر بن يزيد قال ارجع ارجع لا يبتليني الله فيك يا ابن رسول الله. قال ثكلتك أمك ثكلتك أمك فإني لست براجع. حاول الحر ابن يزيد التميمي أن يرجع الحسين لكنه لم يستطع. فلما تقاطر الجيش واكتمل الجيش فصار 5000 رجل، عليهم رجل اسمه عمر ابن سعد، عمر بن سعد قائد الجيش كله، الحر ابن يزيد كان قائد المقدمة. فلما اكتمل 5000 مقاتل أمام 72 رجل فيهم نساء وأطفال، فإذا بالمفاوض يأتي إلى الحسين قال اذهب معي الآن إلى عبيد الله بن زياد. قال لا والله، إني أخيرك بثلاث، أنا أعطيك 3 أشياء، إما أن تدعني أرجع، أو أن ترسل أنت إلى عبيد الله بن زياد، أنت اذهب إليه ارجع له، أو تذهب بي إلى يزيد، أنا أذهب للخليفة ما أذهب لعبيد الله بن زياد. يعرف ماذا فعل عبيد الله بن زياد، فأرسل الرسول إلى عبيد الله. قال عبيد الله والله ما يذهب لا إلى يزيد ولا يرجع، بل ينزل على حكمي، يعني أنا آسرة ويأتي إلي. يخاطب من؟ يخاطب ابن رسول الله، سبط النبي، ريحانة النبي، الذي كان يرقى على ظهر النبي، يوقف المسجد كله عن الرفع من السجود لأجله، لأجل الحسين. والآن يقول عبيد الله بن زياد ينزل على حكمي. فإذا باليوم التاسع، التاسع من محرم سنة 61 من الهجرة، جمع الحسين أهل بيته، جمع أصحابه، قال لهم إني قد أذنت لكم، من أراد أن ينصرف يرجع إلى بلده إلى بيته فليرجع. فقالوا لا والله لا نرجع حتى نقاتل دونك. قالوا قولة رجل واحد، نحن ما نرجع أبدا، ماذا يقول الناس؟ تخاذلوا، ما أخذوا بثأر أبيهم، خافوا من عبيد الله بن زياد، والله ما نرجع بل نقاتل في سبيل الله حتى نموت. فإذا بالحسين يطلب من قائد الجيش، قائد جيش عبيد الله بن زياد، بعد أن ذكرهم بالله وخوفهم بالله قال اتقوا الله وانظروا ماذا تصنعون، هل في الأرض اليوم ابن بنت لرسول الله إلا أنا؟ في واحد في الأرض اليوم ممكن نطلق عليه ابن بنت رسول الله إلا أنا؟ قالوا لا. قال ويحكم، إذن ماذا تصنعون؟ تقتلون ابن النبي؟ فإذا 30 واحد ينسحب من جيش عبيد الله بن زياد ويلتحق بجيش من؟ جيش الحسين، منهم الحر ابن يزيد التميمي القائد الأول، دخل في جيش من؟ جيش الحسين. قال لهم أمهلوني ليلة، أمهلوني هذه الليلة اتركوها لي. قالوا وماذا تريد فيها؟ اشتبي فيها، اليوم تاسع من محرم، اشتبي في الليلة هذه. قال ذروني أصلي لربي، خلوا هذه الليلة أبي انقطع لله عز وجل. فجلس الليل كله، صلى المغرب والعشاء وذهب إلى خيمته يصلي في الليل ويدعو الله عز وجل، وأصحابه وأهل بيته ونساؤه كل في خيمته يصلي ويدعو الله جل وعلا. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. الليل عبادة، في النهار فرسان، هكذا آل بيت النبي وأصحاب النبي. فإذا به يقضي الليل كله في صلاة، فلما صلى الفجر بالناس وأذن لهم بالتقدم وبدأ القتال، القتال في سبيل الله. الحسين يثأر من الظالمين، الحسين قام لأجل أن يحق الحق في الأرض ويقيم العدل بين الناس. الحسين علم أن النفس لن تموت إلا بإذن الله، فلما الخوف إذن؟
شعاره لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. جاءت زينب وهي تراه، فلما سمعته يتكلم ببعض كلمات علمت أن أخاها ميت، فغشي عليها فأقامها وقال لها عديني، عديني يا زينب، أنك إذا سمعت مني خبرا يعني مت ألا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها، عديني هذا الوعد، إذا صار فيني اللي صار ما تشقين جيب ولا ملابس ولا تضربين وجه ولا تخمشي جلدا. هذه وصية حسين لأخته زينب. وبدأ القتال، وانطلق 5000 رجل يرمون السهام والرماح والنبال على ثلة مؤمنة هي أطهر ثلة على وجه الأرض في ذلك اليوم. خلكم وإيانا لكن بعد الفاصل. بدأ القتال واشتد في صبيحة ذلك اليوم، وأول من قتل الحر بن يزيد التميمي، ذلك القائد الذي كان مع جيش عبيد الله بن زياد، فالتحق لما سئل وهو يلتحق بجيش الحسين، قالوا لما؟ قال خيرت بين الجنة والنار فاخترت الجنة على النار، وإذا به يقاتل حتى قتل. وكان ابن للحسين اسمه علي الأكبر، قاتل دون أبيه فإذا بسهم يصيبه فقتل. ثم كان صبي صغير للحسين أحد أبنائه الصغار، أصيب بسهم فحمله الحسين وجعل يمسح الدم عنه وهو يقول اللهم اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق، اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق، دعونا لينصرونا فغدروا بنا وكذبونا وأخذوا يقاتلونا، اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق. فلما رأى أهل بيته ولما رأى أصحابه الناس تتقدم إليه فإذا بهم يموتون واحدا تلو الآخر بين يدي الحسين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وإذا الدماء تسيل، وإذا أرض كربلاء تلطخ بالدماء، وإذا الأرض تضج بهذا الظلم، أي ظلم أكبر من هذا؟ كل من شارك في القتل في ذلك اليوم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تقدم جيش الظالمين إلى الحسين بعد أن مات من حوله، مات أصحابه وهو يقاتل بطلا يقاتل كالأسد، والناس يخافون، الظالمون يخافون أن يقتربوا من الحسين، لأحد منهم يريد أن يلوث يده بقتل ابن لرسول الله، بضعة من رسول الله. فإذا بشمر ابن للجوشن رجل خبيث يقول لأصحابه مما تخافون، مما تجبنون من الحسين، وإذا به يشجعهم على المضي إليه، لكنها الكثرة تغلب الشجاعة. فقام سنان بن أنس فإذا به يضرب الحسين ضربة برمحه ليخرج الرمح من صدره، وتبدأ الدماء الطاهرة تسيل، ويجهد أمر بن ذي الجوشن ويضربه ضربة أخرى ليقتل من؟ ليقتل الحسين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما قتله الخبيث إذا به يحز رأسه، يقطع رأسه، ولم يبق أحد من أبناء الحسين في ذلك اليوم إلا قتل، إلا علي الأصغر الذي لقب بزين العابدين. أخذته النساء وجمع النساء، وإذا بكرائم آل البيت يساقون إلى قصر الخبيث عبيد الله بن زياد، وينظر النساء إلى قتلاهم، ينظرن إلى الحسين قد سال دمه على الأرض، ينظرن إليه قد حمل رأسه على الرمح. إلى أين؟ إلى قصر عبيد الله بن زياد. فلما وصل إليه رمى الرأس، رأس من؟ رأس الحسين الذي كان يقبله النبي، رأس الحسين الذي كان يشمه النبي، رأس الحسين الذي سماه النبي ريحانة تاية من الدنيا.
رأس الحسين الذي كان النبي يسأل عنه ويرعاه ويقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا ومن أبغض حسينا فقد أبغضني. فإذا بعبيد الله بن زياد يضرب بعصاه، يضرب هذا الرأس، ثم جاءه أنس بن مالك وكان شيخا كبيرا، دخل عليه لما سمع بالخبر، قال اتق الله، أبعد عصاك عن هذا الرأس الطاهر، فإني قد رأيت رسول الله يقبله. ويحك، والله لأسوءنك، لأسوءنك. وإذا بحرائر وكرائم آل البيت يفقدن كل رجالهم في ذلك اليوم، مذبحة وأي مذبحة، جريمة وأي جريمة. والله من شارك في القتال ورضي بالقتال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إنه الحسين قتل لكنه لم يمت، بقي حيا في ضمائر أهل الإيمان، بل عند الرحمن مستبشرا فرحا لحق بجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الحسين. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين. الله أكبر. الحسن والحسين ريحانتا رسول الله، من مثلهما بالقرب من رسول الله. خرج الإمام الحسين سنة 60 للهجرة قاصدا الكوفة إلى كربلاء ويمضي القضاء، أبيت الرجوع ليقضى البلاء؟ إلى كربلاء، إلى كربلاء ويمضي القضاء، أبيت الرجوع ليقضى البلاء؟ طلبت المسيرة لسنة حق، أردت لتحيا فكان الإباء. لسنة حق، أردت لتحيا فكان الإباء. فسرت وساروا من الآل جمع، ولله كانوا هم الأوفياء. فسرت وساروا من الآل جمع، ولله كانوا هم الأوفياء. وداعا 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 هيا سبط خير الأنام، رحلت شهيدا لرب السماء. إلى كربلاء، إلى كربلاء، إلى كربلاء، إلى كربلاء. إن مقتل الإمام الحسين عليه السلام كان ينبغي وكان يفترض أن يوحد الأمة لا يفرقها، لأن الأمة كلها مجمعة على تجريم كل من آذى آل بيت النبي، والأمة كلها مجمعة على أن من ناصب العداء لآل بيت النبي وللحسين عليه السلام فإنه ظالم ناصبي فاجر ضال، والأمة لا تختلف في هذا. لكنه سبحان ربي، كيف تفترق الأمة وتختلف وهي في الأصل متفقة على أن الحسين الحق معه، وعلى أن آل بيت النبي من أشرف أصحاب النبي؟ كان يفترض الأمة أن تتفق على هذا، مصابها في الحسين، مصابها في الإمام علي، مصابها في عثمان، مصابها في عمر، مصابها أكثر من هذا كله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم مصاب مصابها في آل بيته
يفترض أن يجمع الأمة لا يفرقها، يجمع الأمة أولا على توحيد الله جل وعلا، لأن الإمام علي كان من أكثر الناس دعوة إلى التوحيد في عهده، بل أرسله النبي ألا يرى صنما ولا قبرا إلا سواه بالأرض يرفع شعار التوحيد. وهكذا كانوا أهل بيته وأبناؤه وأحفاده، تجتمع الأمة على كتاب الله جل وعلا وعلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجتمع الأمة على حب الآل والأصحاب، آل بيت النبي وأصحاب النبي الذين ناصروه هاجروا معه وأيدوه وناصروه، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الأمة تجتمع على هذا. أما من يدق الإسفين ويحاول أن يفرق الأمة بمقتل الحسين فهو جاهل وهو مسكين، فالأمة متفقة على حبه، ولا يكتمل الإيمان إلا بحب آل البيت، بل بغضهم نفاق وضلال. نعم قتل الحسين، لكننا لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله جل وعلا. لو كنا نعيش في عصره لتشرفنا بالقتال معه، بل لو كنا في عهده لتشرفنا بأن تسيل دماؤنا من أجله فداء للحسين. لكننا بعد هذه السنين لا نقول إلا ما أمرنا الله به، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا نشق جيبا ولا نخمش وجها ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله ثأر للحسين، فما من رجل باشر مقتل الحسين إلا أهانه الله وقتله شر قتله، حتى عبيد الله بن زياد قطع رأسه وعلق في المسجد ينظر إليه الرائح والغادي، بل كانت الثعابين تدخل في جمجمته ورأسه نكالا له. رحم الله الحسين، رضي الله عن الحسين، جمعنا الله عز وجل بآل بيت النبي وبالحسين وبرسول الله وبالأنبياء والصديقين وبأصحاب النبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين وأمهات المؤمنين وسائر الصحابة أجمعين في جنات النعيم. أسأل الله أن ينفع وإياكم قائل هذه القصة ومستمعها ومشاهدها، حتى نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق، أحب الله عن أدب وصدق ولا